انا اختي سميتي الهام العلوي بن زكي، عندي 4 ديال الوليدات. جوج وليدات الاولين تلقى بالراجل الاول بيهم، ما تعرفني حتى حاجه، خلى لي البنت تحبها والولد كرشي بشهر، وطلقتني من المحكمه. تزوجت بواحد اخر، هذا الرجل كان تيتحرك شي شويه، دابا جا مرض نفساني ومرض ليا، كان تيتعطى على شي ديال الخمر بزاف، تيبدا يباتي في الزنقه. دابا ولا كاع بداك الشيء، بدا قوه المخدرات، ولا كاع تي نتبع مع السبيطار ديال الامراض العقليه، مشاو ليا فلوس الرهين في الكرا، جرى عليا مول الدار مدة، قول لي هادي راه جايه الفوق 4 سنين الفوق كاع، باش انايا هنايا. هنا كان الوالد ديالي الله يرحمه هو اللي مقابلو، من بعد توفى الوالد ولات الوالده هي اللي مقابله. ملي اختي تسدو عليا البيبان وما عرفت فين نمشي، وليت جيت هنايا. واش نقول لك، سكنا هنايا بين القبور، ما يمكنش واحد حي ناعس في وسط الميتين. لا ما قال لي والو، نهار كاع وقع لي المشكل، انا بنتي حاولت تنتحر ليا، شربت لي الدواء ديال الاعصاب ديالي، وثلاث ايام وهي في سبيطار سيفيل، والبوليس تيمشيو عليا ويجيو وشدوا لي لاكارت ديالي. وملي فقت ومشات قالوا لها علاش، قالت لهم انا كيعيروني الدراري في المدرسه تيقولوا لي انت ساكنه في مقبره، ها هي جات ديك اللي كتنعس حدا الموت ها هي، وما باقيش حتى المدرسه، قالت لك ما باقيش هذا العام، قالت لك ما باقيش نقرا فيها، حيديني من هنا ونقرا، انا هنا ما غاديش نقرا. وملي مشينا كاع عند المخزن وداك الشيء عيطوا لينا، وتيسولوها واسميتو، تيقول لها زعما صبري وراه غادي يدير لك الله شي تاول ديال الخير. انا قلت لهم ساكنه في مقبره، اشنا هو السبب علاش بديتي تنتحري؟ قالت لهم انا السبب هو انني ساكنه تما في مقبره، هي في شعبان قريب نيت رمضان فاش وقع لها هذا المشكل. ما باقيش قدات تقعد لي انا، كلهم دابا هي تفوت المغرب حتى تحت الظلام صافي، طنوا لهم مجموعين كي الدجاج فاش كيقبوا وسادتين علينا. ضريح ديال سيد بلعباس جباب، ضريح في وسط المقبره، وتا هنايا اختي راه تحت من في وسط الضريح، ماشي غير هذا القبر بوحدو اللي كاين، راه كاينين قبور اخرى تحت من، كاينين قبور اخرى تحت، تنعسو حنا من هنا ومن اللي القبر في الوسط. تنبات انا وليداتي بربعه، وانا هي 5، وهادشي اللي عطا الله. واحد السكنه ما كاين ما نقول لك، لا حول ولا قوه الا بالله. صدقتي هذيك البريري كلهيها، جمع فيها حويجاتي ومعناتي وداك الشيء، تيباتو اختي تيطلعو سكيريه من الحيط ديال الزنقه قصير، تيبيو تخباو هنا على المخزن وعلى، وتينزلو. وعندي البنيات، عندي البنت عندها 15 عام والولد عنده 13 سنه، وهاد البنيه عندها 9 سنين والصغير كاع فيهم عنده عام وشهرين. واختي وتنس هنا ما كاين لا ضو لا ما لا طواليت لا والو. واحد الليله اختي راه كنت انا ترضع في الوليد الصغير، فاق ليا في الليل، هزيت الشمعه درتها فوق هاد الربيعه هادي، مشات بيا عينيا، شعلات العافيه في هاد الربيعه، شوي ما نتحرقوا كاملين، لو ديك الريحه تاعت الصبغه وتاعت خنقتنا، تنحليت بالليل هنايا وخرجتهم كاملين هنا، تخرج هذاك الدخان شوي ما نموتوا كاملين. ايوا واش نقول لك اختي، وزياده على الحشرات، الا كان الصيف مكرفصه العقارب والحناش والصدى كما تتشوفي، كندير اختي شي مانطا كنديرها هنا في ام الباب، ومع الصباح ملي كنوض تنهزها تلقى تحت منها عامر بالعقارب. هو هادشي اللي كاين اختي، لحني الله يرحم في والله سبحانه وتعالى. هنا داير هاد الحبيل فاش تنشر، الحبيل فاش تنشر حويجات ولادي، تنمشي تنصبن في واحد السقايه وكنجي كنشرهم هنايا. لا اختي كنسمع التقرقيب، ماشي كنسمع دابا بالليل، كنسمع التقرقيب والتقمقيم ونمشي ونجي من غير بنادم. هادشي النهار اللي ما تيكونش هذاك العيني راه باين، وباش عرفت انا كاع تاكدت بان هادشي راه ماشي الحين اللي تيديروا هكا ولا سميتو. ملي كنسمع شي حاجه تهرسات، وملي الصباح ما تلقى لا هرس لا صافي، ما عمرني في راسي شي حد عايش من كبار هنا في مراكش كاع، يعني انا بوحدي، عمر شي حد انا في راسي كاع المقابر اللي كاينين هنا في مراكش ما ساكن فيهم حد. ما باقيش قديت نتحمل، بديت ينعس دقيقه في الامان، نحسي بانني راه نعسها في الامان.
ولادي تا هما مكرفصين وانا مكرفصه ولا اله الا الله محمد رسول الله. جات الشتا راني مكرفصه وحويجاتي كلشي مكرفص. جا الصيف راني مكرفصه بزاف الصيف كاع. ضيفه جا ما باقيش قديت نصبر وتنطلب الله الفرج مع عند الله سبحانه وتعالى وتنطلب من جلاله الملك ومن المسؤولين يساعدوني ويعاونوني. الله يجعل صدر ربي يسهل عليهم والله يجازيكم بخير. الله يجازيكم بخير. هادشي اللي عطا الله راني مكرفصه لواحد الدرجه ما كتصورش. تنطلب من الله ومنكم اخوتي تعاونوني عاونوني على وجه الله تعالى. راني مكرفصه بزاف. واخا نعاود لكم التنعيه وماشي بحالي انا اللي عايشه في هذا المشكل. ولادي كلهم تعقدوا ليا وتكرفصت. الله يجازيكم بخير الا ما تعاونوني. الله يجعل صدر ربي يعاونكم والله ينصر سيدنا. وتنطلب من الله ومنكم هذا الشيء يوصل سيدنا ويعاونني ويساعدني. الله يجازيكم بخير. جاف الله تعالى هذا الشيء اللي كاين.